route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. Euro répare. Pitariar li jemia enwea sayarat. Jaudaw damen ou soumounes. سبورتيفيتي اليوم في اوتو برو. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من البرنامج نتاعكم اليسي. اليوم موديل ممتاز برشا هي اخر بورش باناميرا جيل الثاني، وجينا حتكشي الجامارك بوغ سون ايسي كومبلي. اما قبل هذا الكل كالعاده لو سومير. في حلقة اليوم من اوتو برو تابعوا لي كونساي اورو ريبار كار سيرفيس. نمشيو لسوسة باش نشوفو اللونسمون تاع ستاسيون اولا انرجي، وفي البرج دو لاك نلقاو لو نوفو شوروم جاكوار لاند روفر، وبعد لوكازيون اوتو برو تلقاو البورش باناميرا في ليسي دو لا سمان مع صدري صدري. اورو ريبار كار سيرفيس خدمات صيانة وتصليح لجميع انواع السيارات، اكثر من 26 نقطة خدمات في كامل تراب الجمهورية، اسعار مناسبة وعروض على كامل العام. Euro Repar Car Service, la confiance ça s'entretient. في الكونسي Euro Repar جمعة هذي نقدمو لكم tutoriel complet باش تبدلو الكيت دو ديستريبيوسيون avec galet tendeur à réglage automatique et manuel. ننصحكم باستعمال لي كيت Euro Repar الاصليين وتابعو المراحل.
أورو ريبار تقدم لكم مراحل تغيير لبلاكيت دو فران بعد ما تتأكدوا من اقتناء قطع أورو ريبار الأصلي. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات جودة وضمان وسوم مناسب. Ola Energy. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Energy la plus proche. أولا إنرجي تزيد تقرب الحرفاء في الساحل وتفتتح آخر محطة خدمات نهار 25 فيفري وكان الحفل التدشين بحضور المسؤولين. مرحبا بحرفائنا اليوم على بركة الله دونك دشنا رسميا محطة مول أوف سوس دونك محطة جديدة بالنسبة لماركة أولا إنرجي تنضاف لقائمة المحطات اللي عندنا في الجمهورية. محطة بطبيعة الحال حرصنا من خلالها باش نوفروا كل الخدمات لحرفائنا خدمات عصرية. محطاتنا باش يمثلوا اليوم أني سباس دو في لكليوناتنا تكون فيها خدمات متنوعة من وقود لكاربيران أوبتيميوم إيكو بلوس سي ألترا سون بلان و سون سوفر أن شوب دونك سو لو كونسيبت مرحبا لو كونسيبت هذا جديد قاعدين نطوروا فيه في محطاتنا كونسيبت دونك يسمح لكليوناتنا بطبيعة الحال باش يجيو المحطة باش يرتاحوا باش ياكلوا باش يشربوا باش يتسوقوا على شلاف في لي شوب نتاعنا. زيد على هذا بطبيعة الحال توت لا بارتي سيرفيس إي لافاج كسوا بطبيعة الحال لي سيرفيس رابيد بالنسبة لكراهب بالقام دونك لا قام لوبريفيون أكسيل إي ديو ماكس لا قام موبيل أوسي بويسكو نحن أوسي ديستريبيتور إكسكلوزيف دو لا مارك موبيل تلقاو في محطاتنا. بورج بطبيعة الحال عطات ثقة في شركتنا عندنا بارتناريا كبيرة مع لا مارك بورج دونك ركزنا دو بورن إلكتريك هذا بطبيعة الحال باش يكون ان سيرفيس أوسي أون بلوس لكليوناتنا باش يجيو سور بلاس يرتاحوا ويشارجيو كراهبهم بطبيعة الحال ويتمتعوا بكامل الخدمات اللي متوفرة في المحطة نتاعنا. Ola Energy, prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Energy la plus proche. ألفا انترناسيونال تعلن على افتتاح شوغوم جاكوار لاندروفر في البرج دو لاك. الافتتاح يتناسب مع اطلاق لاندروفر ديفندر واكثر تفاصيل مع المسؤولين.
مرحبا بكم بحذانا في الشوغوم جاكوار لاند روفر. ان فيت الشوغوم هذايا اليوم لو لونسمون اوفيسيال نتاعو، صافي كلكو موا ملي نخدموا فيه ديجا. ان فيت سي ان شوغوم هذايا اللي عملناه بلي ستاندار نتاع جاكوار لاند روفر، فيه اون سيرفاس كوفيرت نتاع 1600 متر كاري. بون فما اون بارتي جاكوار، فما اون بارتي لاند روفر، فما حتى اون بارتي سيرفيس، فما اون بارتي كونفيغوراسيون. معناتها اي كليون ينجم يجي للشوغوم هوني على راحته، ينجم يعمل كونفيغوراسيون نتاع الكهرباء. اليوم en fait c'est un double lancement. Donc كيما قلت لك حكينا على الشوغوم، عندنا par la même occasion donc عملنا le lancement تاع Defender. Donc هذا c'est un nouveau modèle en fait, c'est un modèle قديم اللي عاود خرج توا une version améliorée نتاع الكهرباء اللي احنا توا pour le moment fait une motorisation 2 litres diesel, mais on peut ramener donc fama le 2 litres 300 chevaux, fama le 3 litres diesel, fama plusieurs motorisations نجمو نجيبو. Toutes les configurations possibles et imaginables, nagement jibou, bien sûr, couleur intérieure, couleur extérieure, sans problème, ouvert à toute commande, comme il faut.